من خلال هذا الفيديو هذا غادي نوريكم هذا العلم ديال حموده كيفاش يحقق المهنه ديالو. هادشي راه اخر ما وصل له العقل الحجري. ياس حموده قول لنا كي درتي لهذا الشيء هذا. تنقوم بمسك السكين تندورو العقرب حيت ما كاينش العقرب نتاع الثواني، تندورو نتاع الدقائق. دابا هي 45 انا زيدت على 50 داك الشيء عاجي باش راه تلصق ياك. يلا لصق تخدم من هنا لواحد قسمين ما يجيكمش عجبه شي حاجه الاختراعات اخر ما اسيدي ما عندي شي ما نقول هادشي عندك مجهد. يلا اتصلوا بكري تلصقوا بحال هكا ولا بدل ما قلنا نشوفها كي دايره. حيد منها داكشي، حيد منها داكشي نشوفو. غوغاردي سا غوغاردي لا 60 دوريج حتى لاجي نشوفو كي داير. استرها الله يفضحك. انظروا انظروا يا عجبه سبحان الله سبحان ربي. يقول المثل اللي تجبيت بلا ولكن عاد شي ورينا هادشي واش يخدموا لهاد الطفل عندنا. تنسمعوا دقات القلب قلت لي قلب سكت لي قلبي واش انا ميت وهي ما خدامهش. دابا تنديروا ليها هكا تنحيو فيها النبض بعد اللكمات هي خفيفه ارجع ليها النبض الحمد لله. ونشوف لك دابا شحال ديال الساعه اسيدي ما عنديش ما نقول تماما تماما ما عنديش ما نقول اكزاكتلي اكزاكتلي. وتنديرو بحال هكا تنديرو جوج سوايع كي تعرف الوقت من ذهب ان لم تمسكه دحبحك لا تمسكه شنقك. تقولو بحال شي حاجه قطعك بحال هكا لا شي مشكل كلشي مزيان كلشي دايز ياك كلشي دايز. يا سيدي معكم برنامج ديال الحموده فاش قد ما كنتو وكل شيء داز مزيان والحمد لله. ارى لي يا سيدي ما كانتي انا ارى لي